وتعاون بين الجزائر وقطر في المجال الصحي تعزز بشراكة جديدة بين مديرية الصحة والسكان لولاية الجزائر وشركة ألي غارسيا هيلث كير التابعة لشركة استثمار القابضة لبناء مستشفى جزائري قطري. الاتفاق الذي أشرف عليه أمس وزير الصحة عبد الحق سايحي وسفير دولة قطر بالجزائر عبد العزيز بن علي أحمد نعمة يعكس عمق العلاقات ومستوى التعاون القائم بين البلدين.